بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نواصل مع كتاب الله عز وجل ومع سورة مريم من الآية رقم 40 إلى الآية رقم 58 من نفس السورة. فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم. إنه كان صديقا نبيا. ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون
لك واهجرني مليا. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الأصوات متوازنة، نعودها مرة أخرى. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. زيد مرة أخرى. اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وَنَادَى
وقربناه نجيا وناديناه من جانب طول الأيمن وقربناه نجيا أعدوها صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ولا يبصر ولا يغني
عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمن قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا الله تعالى إلى القراءة الفردية. خنا الصفحة تفضل مرحبا. نعم. أي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي لا تعب يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا لا. يا أبت لا تعبد الشيطان نعم. إن الشيطان كان للإنسان
الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا. إسماعيل صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وكان عند ربه مرضيا. صح. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فتح الله لك وبارك الله في التلاوة طيبة. أحسن الله إليك. اللي بعده ما شاء الله. نعم سيدي. علاش لا؟ لا صوته جميل جدا، قراءته جيدة. إن شاء الله ربي يسر بحول الله. ربي يسر إن شاء الله. نعم، تفضل حبيبي. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر
قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا هكذا تلفظ سويا عيدها يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني رأي النبوت أهدك صراطا سويا تضعيف صراطا طن صراطا طا هكذا الطاء أقوى الحروف العربية صراطا سويا صراطا مش طن طن صراطا طا 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 خلصها وحدها طا قل حرف واحد طا طا قوية طا أيوة صراطا سويا اسمعها مني صراطا صراطا سويا على كل حال تحتاج أفضل من هيك نعم واصل المستوى يا أبت لا أعبد في عقلك يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي خلص المفخم من المرقم إنه كان لي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كافي يعطيك الصحة شكرا لك بارك الله فيك في مرحبا يا معين فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبيئاً ووهبنا له قلقل الباء ساكنة من قطب جدل ووهبنا قلقلت الباء ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق سي ولا صي صا صي فخم الصاد فخم هاي وجعلنا لهم لسان صدق 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 وقلقلة الدال ساكنة مقلقلة صدق وجعلنا لهم لسان صدق عليا إيه نعم واذكر في الكتاب في الكتاب كسر في الفاء واذكر في الكتاب في واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جانب الطور خلص الطاء نعم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا جيم شديدة نجيا وقرب قلقلة الباء الساكنة من قطب جر وقربناه نجيا طيب ووهبنا ووهب قلقلة الباء أيضا ساكنة ووهبنا له من رحمتنا أخاه مش أخاه ما دامها الهمزة فوق الألف ما تمدش أخاه تقرأ هكذا أخاه كان جات على السطر وبعدها ألف ممدودة ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون هارون هارو
الفخمة. أخاهم لا مد في الهمزة. أخاه هارون. مش هارون، هارون، هارو، رو، رو. ووهبنا له من رحمتنا أخاه. من رحمتنا أخاه، الهمزة في أشمد، ما تقولش أخاه، أخاه خطأ، أخاه، أخاه. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب، في الكتاب، في 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 واذكر في، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله، وكان يأمر أهله، أهله مش أهله، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة والزكاة. قف. وكان يأمر، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. مرضيا، مرضيا. وكان عند ربه، عند إخ النون مع الغنة، وكان عند ربه مرضيا. صحيح. واذكر في الكتاب إدريس، إدى قلقل الدال، إدريس، إدى، إدى. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا. سي ولا صي؟ صا صي، فخم الصاد. سي هكا صديقا نبيا. أيوة. ورفعناه مكانا عليا. عليه السلام. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي، من غنة النون المشددة، من النبيين. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية، من ذر، من إخفاء النون هنا مع الغنة بعدها الذال، من ذرية آدم وممن حملنا مع، حملنا مد، حملنا كما هي مكتوبة عندك بالمد، حملنا مع نوح، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية، 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 رقق الراء وبين التضعيف الراء والياء معا، ومن ذرية، ذرية، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وإسراء، أربع حركات، وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، وجه، وجه، خلق للجيم ساكنة، وممن هدينا، وممن غل معه، وممن هدينا، وممن هدينا واجتبينا. طيب. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بارك الله فيك، شكرا، عشت غير برشا، خليني ديما نسمع لك باش نصلحوك إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا. اللي بعد، نعم تفضل. بسم الله وكفى، هذا السلام سيسر. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان، زيد شوية مد الصلة هكا، الواو الصغيرة اللي بعد الها حركتين، إنه كان، هو كان، هو، إنه كان صديقا. شو كلمة نبيئة فيها نوعان من المدود، مد واجب متصل أربع حركات، نبي هكا المد يسموه مد واجب متصل باتصال السبب بالشرط في نفس الكلمة، وعنا نبيئة التنوين المنون بفتحتين يتسمى مد عوض، عوضنا هذا التنوين اللي هو فتحتين بألف فنقول نبيئة، فيها أربعة وحركتين المجموع كله ستة، نبي وما نبالغوش، ما نقولش نبي او نبي خطا، حركتين طبيعي. عاود ترى مره ثانيه، انه كان صديقا، انه كان صديقا نبيئا،
زيد شوي نبيئا. طيب واصل. إذ قال ارخي الذال يجري معه الصوت. إذ قال ارفع صوت ولا يعطيوك الميكرو باش يسمعوك. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر. قلش يبصر شوية تمطيط صار في الراء. ولا يبصر ولا يبصر ولا ايش تمطيط. ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. صحيح. يا أبت إني قد زيد غنة النون جيدا. إني الغنة في النون المشدة والمد الطبيعي عاود. لا باقي ناقص الغنة. إني يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف إني قل يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. التكرار من يا أبت يا أبت يا أبت التكرار هذا له من الفوائد ما فيه. قال ليلفت الأنظار إلى أن الإبن كيفاش يعيط الوالد. احنا تو نقول له يا بابا ما هو هكا ولا كان يقول له يا أبتي. يقول له انت عايش في القرون الوسطى يا أبتي ما عادش تمشي تولي رزينة. علاش؟ على خاطر ثم غزو فكري تعمل تاع 60 ولا 70 سنة ولا اللي كان. فليقول له يا أبتي. يقول لك شبيه شبيه عيط لك يا أبتي. مالش عيط له عيط له بابا وماما ها. وكان يقول يا أبتي غريبة في المجتمع. علاش؟ خدمت ولات يعني حتى المصطلحات القرآنية اللي جاء القرآن باش يربينا عليها. كم من مرة هو لو كان ينجم يقول يختصرها في الأخير ويقول يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. هذه كافية لخصت كل شيء. كافية يا أبتي لا تعبد الشيطان. علاش؟ إن الشيطان تكفي. لكن يا أبتي يا أبتي يا أبتي تكون رحيم بهما في الدنيا وفي الآخرة وعند موتهما بالدعاء إليهما أي. وقال يا بني أقم الصلاة يا بني كذا يبين لك البو كيفاش يعيط الابن والابن كيفاش يعيط البو. لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني يا أبتي تغيرت ولا ما تغيرتش؟ وربي يرحمنا إن شاء الله. أي نعم واصل. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. يا أداة نداء يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. مليا مد يا شيخ تقولش واهجرني مليا. واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. ربي قالون يقرب الإضافة. قال سلام عليك. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا
جعلنا نبيئا. كافي، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. اللي بعده سيدي تفضل. مرحبا. وعليكم السلام. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا. نبيئا، سكنت تزيد شوية ها. نبيئا. همزة مفتوحة. نعم. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هكي يقرأها الواحد هذي يشوف روحه أول ما يروح للدار واللي يكلم من المرأة متاعه يقول لها له شنو طيبت اليوم؟ أيوه مش نخرجوا العشية. يقول لي صليتيش الظهر؟ صليتيش العصر؟ هيا غدوة نسيمو، شو رايك؟ هاي شو رايك انت تحت في صفحة وانا انا ونتنافسوا؟ شفت الصفة وما بنها؟ واذكر في الكتاب خلد ذكر، هذه المقولة له. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. كل واحد يعرف فينا شو وعوده مع الآخرين. اي نعم، ومع ربه. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الزكاة يعني زكاة النفس، تهذيب النفس، مش الزكاة اللي نعرفها احنا. اي نعم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. تنافس وكالصلاح، كيفاش تتصلح الأسرة؟ إذا كان في تنافس في طاعة الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أي قديش حفظ صليت الصباح ولا يقومها معاه؟ مش يجي هنا يقرأ القرآن وكذا ويروح المرأة. قد تكون لا تصلي أصلا، قد تكون البنت لا تصلي، وقد يكون الابن لا يصلي وهو يقرأ القرآن. القرآن ما غيركش وما غيرش في حياتك. الأساس والأصل اللي أنت من أجله جيت هنا باش تتعلم كلام ربي، تسمع موعظة، يلزمك تطبقها في أهلك وفي أسرتك، تحثها على الصيام وقراءة القرآن. إذا كان بنتك ما تصليش يلزمك تقول لها تصلي. إذا كان مش لابسة حجاب يلزمها تلبس إذا وصلت سن البلوغ بتاعها. مش هو يصلي في الصف لولو، ربما المرأة عريانة مكشوفة ولا بنته، هذاك يدخل ضمن حديث النبي رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. هو يقرأ القرآن لكن القرآن يلعن فيه، لأن في القرآن قالوا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أي يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أمر نبوي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هو الجاهلية الأولى كانت المرأة تضع خمارا على رأسها لكن تترك فتحة الصدر، تعمل خمار فوق راسها، لكن هذا كله مكشوف. سماه القرآن بتبرج الجاهلية الأولى. ما الجاهلية اللي احنا فيها توش تسمى؟ احنا نرقب وانا واحد. ربي يرحمنا وكرمنا. قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كانت المرأة تضع خمارا على رأسها ولكن تترك فتحة الصدر بتاعها مفتوح مكشوفة. ها احنا فلنا شكلنا حالها من فوق راسها السبساري، والآن يقول لك الزعيم درشو. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا
النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما أسري بي رأيت عمرو ابن لحي يجر أمعاءه أمصاره كلها في جهنم في سقر. سأل جبريل قال له هذا أول من أدخل الأصنام إلى مكة. اللي جاب الأصنام ودخل لهم ثقافة عبادة الأصنام اسمه عمرو ابن لحي. قال النبي رأيته يجر أمعاءه في سقر، يجذب في مصار وفي كذا وهو في جهنم يعذب. لماذا؟ لأنه أدخل عبادة وثقافة الأصنام في مكة. فما بالك بلي أعري امرأة وكشفها. اي نعم، والآخر يصفق له ويحبه. اي نعم. فبالتالي هذه الآية تعيش معها. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. امشي الآية التي بعدها. واذكر في الكتاب. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. عليا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية شدد الراول يا ذريتي هكذا ذريتي ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا لا متبلغش تتلى لا إذا تتلى شو الهمس شيء يسير تتلى منبلغو شيء إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فتح الله لك بارك الله فيك. زيد اللي بعد وين؟ أولئك اسم إشارة للأنبياء من الذين أحنف من قال واذكر في الكتاب إبراهيم. أولئك الأخر كلهم أولئك لشكون إبراهيم وبعده شكون موسى وبعده إسماعيل وبعده إدريس. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من تفيد التبعيض مش من الكل من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. وقفنا هنا تقول لي علاش هنا فيهاش وقت باش تعيش المعنى من تضعيف وشكون كرمهم ربي وشكون الخلف السيء وما الى ذلك من هذه المعنى من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح. تضعيف ثاني ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا. اجتباهم الله عز وجل الانبياء مجتبون كما أن أهل القرآن أيضا مصطفون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فأنتم إن شاء الله تكونوا منهم يا رب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفى. قال هذوما اللي ذكرهم ذكرتهم الآية أولئك الذين كان حالهم عند سماع القرآن وعند سماع الموعظة قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. خروا سجدا إلى الآن ما شاء الله. بعدين الفاء اللي بعدها هي للتعقيد. قال فخلف من بعدهم خلف جاء بعد هؤلاء خلف سيء. الخلف السيء هذا من صفاته ما هو؟ عدم الخشوع في الصلاة. عدم الخشوع في الصلاة، عدم الخشوع في سماع آية من القرآن، عدم الخشوع في سماع الموعظة. قال فخلف جاء من بعد هؤلاء خلف سيء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. هناك من العلماء من قال أضاعوا بمعنى أنهم تركوا الصلاة بالكلية، هناك من قال أنهم كانوا يؤخرونها عن أوقاتها، يصلي الظهر ربما مع العصر والعصر مع المغرب، وكما هو الحال في تونس أغلبية الأوقات يلمهم في صلاة العشاء، يبدأ من الصبح وهو جاي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقتاش يقوموا الستة بتاع الصباح لأنه في ثقافته
مخه مبرمج على العمل، السلاه هذيك ماهيش داخله في ثقافته، فيقوم اخر الوقت. احيانا هكا تراوهم في السيارات يبداو حتى فطور الصباح ولا في الكهرباء هكا ولا اللهفان ورا الدنيا، مش في ثقافته باش يقوم ذكري شويه يصلي الصبح وكذا، لا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه، قالوا انهم كانوا يؤخرونها عن اوقاتها، يجمعهم كل يصليهم في الليل، هذا كان صلاه. او قالوا انهم اضاعوا الخشوع في الصلاه، حينما يكبر تكبيره الاحرام يتذكر كل شيء، الشيكات، الفطور طايب ولا مش طايب، ها قديش من مداخيل باش تدخل وكذا وكذا وكذا، مشكل. حتى سمعنا بعض المتدينين وكذا ولا سبان ربي عنهم عادي، موجود موجود، ما تستغربوش. متدين يا اخي سبحان الله، يا اخي انت من اختيار الكلمات، فما ناس حتى في وقت الرفاء يحب يترفع ويحب يعمل وكذا ويسب ربي، فما ناس يلعب الكوره كذا يتغش يسب ربي، موجود، مستغربين. حرام يعني، انت من الفاظ كل ما لقيت كان سب ربي، كان يسلب لك نعمه واحده، نعمه البصر، ولا يشد عليك الهواء غالي في مصار انك تترشق بكلك، سبان ربي ساهل هو، اي ما مشكل الا غالي. قال اضاعوا الخشوع في الصلاه، فخلف من بعدهم، جاء خلف سيء، اجيال سيئه، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تشوف فيهم من خلال الاسئله يسالوا فيهم، قالوا البارح في سؤال قالوا ما معنى حوقله؟ قالوا شو هو؟ قالوا والله الحوقله انا هذه ما سمعت، عمري ما سمعت. ما الشعب ماشي ماشي في ثنية الله اعلم، وما باش تهزنا في الاخر. لا حول ولا قوه الا بالله، قالوا والله عمري ما سمعت. حوقله ما عرفش، مشكل. وكان يسالون في ابسط المسائل، ولكن في امور الدنيا يضبطوها ويتقنوها. ردوا بالنا ما قالها الخلق السيء، علاش نحن تو الايه هذه نعيشوا معاها؟ تو ربي ذكرها الصفات الطيبه من صدق للكلام وصدق في الوعود، وكان يامر اهله بالصلاه. شوف الصفات الطيبه، لازم الانسان يتاسى بهالصفات هذه، ما يمشيش للخلق السيء. ما المشكله راه التدين في تونس شيء مطلوب، كي الدين شو التدين؟ يشري ثريا للجامع، ماهوش هذاك التدين. التدين ابني مكتب ولا ابني مدرسة، تربي أجيال. في تركيا فهموها، فما ناس يخافوا من تركيا، كي يقول تركيا تعرف شو هو؟ كما قال لهم الرئيس نتاعهم ربي يحفظهم إن شاء الله، قال لهم حاسبوني بالأجيال القادمة، حاسبوني على الأجيال القادمة، بناء معناتها يعني معاهد تحت رعايته هو مباشرة، وتربي الأجيال على فهم القرآن والسنة. ورغم أن لغتهم مش عربية، لكن حينما يقرأوا القرآن أفصح منا. شوف هما وين وين وإحنا وين، الأجيال. شوف أجيالنا نحن ماشي، حتى البارح الظاهر والفساد نتاعهم أكثر من الصلاح نتاعهم، سبان ربي وكتبان على الحيوط، ما كل هذيك الأجيال وين ماشي، الخلف السيء هذا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن شاء الله ما يكونوش منهم، إن شاء الله أبنائنا ما يكونوش منهم. ولا أنت شنو الفائدة اللي أنت تتعلم القرآن وبنتك ما تصليش، ولا ولدك ما يصليش؟ موجود بكثرة. ولا زوجتك ما تصليش، ولا أختك ولا أمك. آخر اهتماماتنا هي العبادة. ردوا بالنا سيدي. أي سيدي واصل. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان
الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. كافي يا شيخ بارك الله فيك ربي يحفظك إن شاء الله شكرا لبعض هاي شكرا شوفوا الإعلان دي تركيا كيفاش يصلح فاحنا الاعلام شادين لنا نهار كل اسبوع اسبوع نهار كنا محطين لهم اسبوع شو قالوا ديما اسبوع الاجيال القادمه الاخر يحطك في مسلسل نتاع ارطغرل تعلم حتى المبادئ يسمع اسم النبي يعملوا اكل عندهم تعظيم تتعلم حتى في طريقه الاكل نتاعها الناس تحب تصلح واحنا نهار كنا حاطين لنا واحد متعوس الله يرحمه هو ما يمشي على روحه مش تفهم الاعلام وين ماشي توجيه الاعلام وين في هكا ولا يا شيخ؟ هكا هو مش نبداو متفقين ما مش اي نعم مسلسل تاع 20 سنه الثاني تحطم في الاجيال يخرجوهم بتوع عساه اللي طايح سرواله واللي مركب لك تو كلها الشباب اللي طلع تو كل واحد عامل لك بلوطه كان حطوه لذان كان حطوه لذان واصل اقرا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيئا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بارك الله فيك شكرا حسن بارك الله فيك زيد أه؟ خليه للتكرار أعطيني شنو مسج خليك للتكرار أعطيني شنو عندك
ما عادش يصلحوا بالشيء ما شاء الله. سيدي يعني مرحبا بك تفضل. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان الشيطان رقصينك الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا ربي شقيا ألا أكون بدعاء ربي شقيا كافي يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا نعم شكرا بارك هاي تفضل به هاي شخبيته طيب خلينا نخليهم بالتكرار عليكم السلام ورحمة الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب إسحاق حاء مش حاء حاء هكا الحاء إسحاق وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا ما تلصقش لسانك الفوق وكلا جعلنا وكلا جعلنا نبيئا طيب ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم وجعلنا بين اللام قريبا من مخرج النون ميز هذا عن ذاك وجعلنا لهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا لسان صدق هنا إظهار التنوين وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا مخلصا ادغم في الواو وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه مش الأيمن وقربناه ما فيش مد في النون كما هي مكتوبة نقرأ وقت وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا صحيح ووهبنا له من رحمتنا وأخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا كافي بارك الله فيك يا أستاذ شكرا تفضل أي خمس معلك يا مرحبا أهلا وسهلا شكرا مرحبا أهلا وسهلا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ما تبلغش في مد العوض بالأخير نبيئا إنه كان إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا ممتاز أولئك الذين أنعم الله عليهم من
النبيين. نقص شوي المد من النبيين، غن النون ومد المد أربع حركات. نعم. من النبيين من ذرية ذو بين الذال. من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. أحسنت. وممن حملنا خلاص ومن ذرية اللي بعد. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا. أحسنت. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بارك الله فيك، فتح الله لك. تلاوة جيدة ما شاء الله منك. أحسنت. تفضل. أنا جايكم. مرحبا. أهلا وسهلا. يا معين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم. قل إبراهيم. الباء في القلقلة هي مستقلة بذاتها، ما هيش أقرب إلى الكسر ولا هي أقرب إلى الفتح. واذكر في الكتاب إبراهيم. أعيدها مرة ثانية. واذكر في الكتاب إبراهيم. هذه جيدة. إنه كان صديقا نبيئا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ممتاز. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا. فخم الصاد. أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. عصيا. ركك العين. عصيا. تمام. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. تمام. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. كيف تلاوة جيدة. بارك الله فيك. أحسن. تفضل. ما شاء الله. طيب. وعليكم السلام. بسم الله. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. بس. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
سيئات، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية هكذا بلطف، ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح. زيد عودها، وممن. وممن حملنا مع نوح. حكاك. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يعطيك الصحة، ممتاز ما شاء الله، جيد، بارك الله فيك، تفضل. هذا ما شاء الله منه. نعم. أي. وجرني مليا. أي. أي جرني دهرا طويلا. أي. نعم. شفت اللغة العربية ميزتها هنا. جرني مليا. نعم. كما وكان وراءهم ملك. وراءهم هنا تعني أمامهم. شراهم. واحد يقرأ يقول وراءهم، لا هو قدامهم. احنا حتى قديما يقول لك اسمع مدام فلان وراك، يعني امامك. حتى القران هنا استعمل نفس الله، وكان وراءهم ملك ياخذ، يعني امامهم. اي نعم، هذه ميزة اللغه العربيه. قول شيخ تفضل. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا. فخمني شويه الصاد. صديقا. صا صد. صديقا نبيا. جميل. إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد. لا هنا ما نقولوش لما، قولوا لما تعبد. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني بالكسرة وراعي المد الطبيعي. فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني قد جاء. يا أبت إني أخاف أن يأتيك. أي يمسك عذاب. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. لا زد شوي المد. عن آلهتي، وقف عليها حتى النفس تبدأ مرتاح. قال أراغب أنت عن آلهتي. عود. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. شوية ترقيق الهاء. واهجرني مليا. واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. كافي، يعطيك الصحة، ممتاز، بارك الله فيك، رغم انه اول مره وقرأ من حفظه، يعطيه الصحه ما شاء الله عليه. يا استاذ اخونا عبد القادر تفضل، خلينا نسمع لك. هيا مرحبا، طولوا بالكم شوي باش يجيكم التكرار. فين نحن التكرار وصلنا؟ طيب. السلام عليكم.
أهلا وسهلا حبيبي، مرحبا. أي وصل الآية التي بعدها، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية من إخف النون هنا مع الغنة من ذرية آدم من ذرية آدم وممن حملنا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية زيد إخف النون مع الغنة ومن ذرية نعم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بارك الله فيك ما شاء الله عليك أحسنت شكرا تفضل هاي الاثنين ومن بعد نمشي للتكرار ما شاء الله عليك جيد كل قرأوها طيب ما وزلنا نسمع لهم اي نعم كله خير واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كافي يعطيك الصحة ما شاء الله ما شاء الله تفضل يا شيخ أقم عشر صلحي حتى شيء ما شاء الله عليك أنت في الليل تقرأ بحول الله حاضر من أول سورة مريم اليوم إن شاء الله تقرأ بحول الله عليك بالسلام ما شاء الله هاي سيد تفضل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا
مليئا. ممتاز. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يا سلام. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فتح الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير، أسمعك الله خيرا. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التكرار مع سورة الحجر.